الاتنين بيبقوا مش طايقين بعض وقت اكتشاف الوش التاني، بيبقى قدامهم حل من تلاتة، يا يصلحوا المشكلة اللي ما بينهم ويتفاهموا كده ويبقوا حلوين، يا يكملوا برغم العيوب الواضحة، يا ينفصلوا. ودي من أكتر أسباب اللي بتؤدي للانفصال. طيب إزاي نكتشف الوش الحقيقي من الأول وما نتخدعش بالوش المزيف، اللي بالمناسبة على فكرة مش دايما بيبقى عن قصد أو خداع من الطرف التاني، لا هو دايما كده في بداية العلاقة بيبقى حاول كل طرف إن هو يبين أحسن ما عنده ويتجمل، وعشان كده العيوب ما بتتشافش. الحل بقى إيه؟ إننا نبقى صرحة مع نفسنا قبل ما نبقى صرحة مع الطرف التاني، إننا نبان على حقيقتنا، إننا ما نخبيش عيوبنا، نبين حقيقتنا دايما للطرف التاني، وعلى الطرف التاني إنه يقبل بالعيوب دي أو ما يقبلش. بلاش نتقل في المكياج بتاعنا عشان لما بنغسل وشنا بنبان على حقيقتنا، بيبقى شكلنا وحش قوي. بالمناسبة